يعني هل حضرتك بتتابع مدرسة القرآنيين؟ يعني كان جه مدرسة في التاريخ الإسلامي هو الناس اللي هي بتأخذ فقط بالقرآن ولا تأخذ بالسنة؟ يا أستاذ لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يأخذ بالسنة. يعني ولا بتصلي إزاي؟ بتصلي إزاي؟ المشكلة أين؟ المشكلة في الروايات. نحن ماذا نقول؟ السنة على الرأس والعين. طب ما في البخاري ومسلم والآخر كل هذه الناس يعني حصل إجماع من فقهاء المسلمين؟ لم يحصل إجماع، لم يحصل إجماع. الإجماع عبارة عن وهم. طب منين نجيب الأحاديث السليمة؟ نعاير ما بين أيدينا من روايات عند كل طوائف الأمة ومذاهبها على كتاب الله تعالى. وبعد 1400 سنة دي شفتش حد لسه عاير الموضوع ده؟ والله يا أستاذ أنا بين يدي روايات في البخاري وفي مسلم وفي غيره وفي الكافي تنقض القرآن الكريم، يناقضها القرآن الكريم جملة وتفصيلة. فأنت طبعا بتحتكم بالقرآن وخلاص. الله أمرنا بذلك. الله تعالى ماذا يقول؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني الله يقول لنا كيف ترفعون أي نص تاريخي إلى مستوى التسليم الكامل؟ مش نص تاريخي. لا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي السنة أولا؟ السنة الشريفة مفصلة ومفسرة لكليات النص القرآني ولا تضيف أحكاما إلى كتاب الله تعالى. يقول تعالى طب ليه أخذت مثلا الصلاة بالرسول عليه الصلاة والسلام بالتحديد ووافقت عليها؟ الصلاة سنة. الصلاة لم تأتنا من خلال الروايات، الصلاة أتتنا حياة تعبدية من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن إلى قيام الساعة. لن أخذها من الروايات. يعني أنت هل تتصور أن الأمة بقيت قرونا من الزمن لا تعرف هيئات الصلاة ولا تعرف عدد ركعات كل فريضة بفريضتها إلى أن أتى البخاري ومسلم وغيرهم وقالوا تعالي أيتها الأمة الضالة لنعلمك هيئات الصلاة وعدد الركعات؟ هذه يا أستاذ حياة عبودية أخذناها أبا عن جد. والزكاة والحج وكل هذه الأشياء. أنا أتكلم عن هيئات الصلاة. هل اتفقوا هم أصلا على فرائض الزكاة؟ لم يتفقوا. أستاذ الكريم الأمة أجمعت على القرآن الكريم وعلى أهم شعائر العبادات، هذه السنة.